السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة دواء أول مرة نستخدمه في علاج الإسهال، داكس اللي قدام حضراتكم ده. لكن قبل ما نبدأ الفيديو أطلب منك تشترك في القناة وتعمل لايك علشان هنوريكم الزغاليل اللي بنجهزها للبيع. هو ده مش فيديو للبيع، لكن في ناس مستعجلة عايزة تشوف الزغاليل اهو يا جماعة، يعني هي لسه الاحجام صغيرة زي كده، احنا مش هبنبيعها الوقت. دي عينة كده، وعندنا تاني ان شاء الله اهو يا جماعة الزغاليل دي، مثلا قدامهم اسبوع او حاجة ونعرضهم في فيديو مزاد للبيع. احنا مش عايزين نستعجل عليهم، احنا حاليا بنحصنهم من الكنكر ومن الجدري، يعني هتاخد حاجة نظيفة ان شاء الله. ده للناس اللي هي بتسأل ومستنية الزغاليل. طيب نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، ومش فيديو الفيديو بتاعنا مش النهاردة مش بيع، هنبدأ فيديو العلاج. يبقى النهاردة معانا داياكس مطهر معوي ولعلاج حالات الإسهال الحاد، يعني الإسهال الشديد يا جماعة. اهو داياكس مطهر معوي ولعلاج حالات الإسهال الشديد يا جماعة. طيب هو زيه، علشان احنا ليه بنعمله هو زيه زي انتينال، احنا عملنا انتينال قبل كده اهو. انتينال انا بجيب انتينال شراب، يبقى سهل عليك لو انت بتسقي جماعي تدوبه في الميه لو بتسقي جماعي. طبعا الناس اللي شافت الفيديو السابق ده احنا مش هنعيده تاني، لكن احنا بنقول بس ايه ان هو ده زي الدياكس، انتينال زي دياكس، لكن يمكن دياكس للاسهال الشديد، يعني وفي اسهال شديد يبقى داياكس ده يا جماعه. وفي كمان اللي هو زيهم كابكت، لكن هو كابكت يعني اخف شويه، تمام، كابكت خفيف عنهم شويه. لكن نخش بقى في موضوعنا النهارده اللي هو داياكس، بنعطيه مع سيدوستين بنفس الطريقه اللي استخدمنا فيها انتينات، تمام. هي كلها مطهرات معوية يا جماعة، يعني مثلا زي ايه، زي دول اللي هم امريزول، هم كلهم امريزول بس الاشكال بتختلف، الامريزول القديم والامريزول الجديد، يعني محدش ايه يفكر ان ده حاجة تانية. فيه كمان الفلاجيل اللي زيهم دول، بس دول مطهرات بس، لكن مش لعلاج، مش لعلاج الاسهال. دول بنعطيهم وقاية من الكنكر والجدري اللي هم دول، خاصة واحنا داخلين على فصل الصيف، دول بنعطيهم اللي بنعطيهم من عمر للزغاليل من عمر 8 ايام و9 ايام و10 ايام، اللي انا بعمل كده يعني بديهم 3 ايام للزغاليل، وبدي الحمام الكبير منه 3 ايام في الشهر، عمر الحمام ما يجيله جدري ولا كانكر ان شاء الله، زائد مضاد السموم. يبقى هم دول نبعدهم، نبدا في العلاج بتاعنا بقى الجديد ده. انا معايا اهو زي ما انتم شايفين لتر الميه بتاعنا، الازازة المسقة بتاعتنا هي بتاخد 1 لتر. بنعمل ايه زي ما عملنا بالظبط في انتينال، بنعطي 12 ساعة لمدة 12 ساعة دواء الشراب ده بتاعنا دياكس اللي هو زي ما قلنا زي الانتينال. هنرج الازازة اول، زي دايما ما بنقول الدواء الشرب لازم ترج الازازة، وهنعطي 5 سنتي يا جماعة. انا بستخدم المكيال بتاع اللي جاي مع انتينال ده، معها المكيال ده، اول علامة هي 5 سنتي، هنحط 5 سنتي، هو حتى نفس اللون بتاع انتينال اهو، حط 5 سنتي في ايه في المسحة. ده بنستخدمه 12 ساعة لمدة 3 ايام، تمام، بالطريقة دي
12 ساعة لمدة 3 أيام. طب ال 12 ساعة التانيين يعني لو حطيت منه الصبح ما تحطش منه بالليل، وإن حطيت منه بالليل ما تحطوش الصبح، هتدي إيه ال 12 ساعة التانيين؟ زي ما عملنا بالظبط في أنتينال، يبقى ال 12 ساعة التانيين هنبعد دي نقدمها للحمام. خلاص فاتوا ال 12 ساعة، عدوا ال 12 ساعة، نعمل ايه في ال 12 ساعة التانيين؟ اهم هذا اللتر المية تاني، نجيب سيلوستين. على فكرة يا جماعة نسيت اقول لكم ان العلبة اللي هي الدياكس ده بعشرة ونص، وسيلوستين ده باربعة جنيه خمسة وسبعين، اللي احنا بنقول عليه سيلوستين باربعة جنيه خمسة وسبعين، ودياكس بعشرة ونص زيه زي انتينال بالظبط، عشرة ونص زيه زي انتينال بالظبط. يبقى هنفتح ال 12 ساعة التانيين، قرصين كبسولتين، نفتح كبسولتين اهم ونفكهم في لتر المية. نفكهم ازاي؟ كل اللي شاف الفيديو قبل كده عارف، بنفكهم تماما ونفضي البودرة بتاعتهم في اللتر المية اهو، ونسيبها كمان كده عشان تدوبها في المية. طبعا هو البلاستيك ده مش هيتدوب ولا حاجة اهو. طب ده يا جماعة للطريقة الجماعية. حد يقول لي إيه طب لو انا مربي في سلاكة؟ طيب لو مربي في سلاكة وعايز تدي في الفم لكل فرد في الفم مباشرة، يبقى هتعطي واحد سنتي من الدواء، نبعد ده. يبقى كده احنا عرفنا ال 12 ساعة وال 12 ساعة. نشوف بقى الطريقة اللي هي الفردي، ده العلاج الجماعي لكن هنأتي بقى الفردي. طيب نجيب مثلا نقول فرد تعبان، يعني لا قدر الله هو مش تعبان، الحمد لله ما فيش حاجة تعبانة، لكن احنا نديكم وما يشكيش منه ضرر يعني لو اعطانا كبسولة. فلنفرض ان ده الزغلولة دي هي الحمامة التعبانة اللي عندها اسهال اللي حضرتك حابسها في السلاكة. هنفتح كبسولة، ده زي ما قلنا 12 ساعة، و 12 ساعة مش شرط انك تبدأ بايه وما تبدأش بايه، 12 ساعة من دي اهو كبسولة، ونزقها نحطها كأنك بتزغطها فولة، وتأكد ان هي نزلت تمام، خدت الكبسولة تمام. ممكن تسقي وراها بسرنجة شوية مية، لكن هي الحمد لله بلعتها. طيب تمام كده، ديت ال 12 ساعة اللي قلنا عليهم، وال 12 ساعة التانيين هتسحب بسرنجة وتأتي واحد سنتي في الفم، هتأتي واحد سنتي في الفم زي ما عملنا بالظبط مع انتينال لمدة 3 ايام. هو انتينال جاب نتيجة معانا يا جماعة من اول يوم، وده ان شاء الله يكون افضل منه كمان. هنسحب السنتي بالسرنجة ونعطيه في فم الحمامة، احنا ما عندناش حاجة تعبانة دلوقتي، بقول الحمد لله مش مهم دلوقتي. المهم يا جماعة ان انت تكتشف المرض مبكرا، تكتشف اهم شيء ان انت تكتشف المرض مبكرا. طيب حضرتك عالجت الحمام والحمام الحمد لله خف الاسهال من عنده. الاسهال يا جماعة سبب كل الامراض، يعني سبب اعرض من لكل الامراض اللي هي السلمونيلا والكوكسيديا، وهو سبب قلة الانتاج. فاحنا اهم حاجة ان انت ما يكونش الحمام عنده اسهال، ما تسيبش الاسهال لما يزيد عندك واعمل روشة. طبعا هي الروشة فيها مرض منه بكتيري وفي منه سبب فيروسي، لكن هو احنا كل ده بنتكلم على البكتيري اللي هو سببه بكتيري، لكن الفيروسي ده قصة تانية صعبة شوية. طيب هو احنا بعد ما خلصنا الحمد لله وما تعطيش الحاجات دي، الخميرة ده خميرة، الكيس ده بيطري خميرة في كيلو مش غالي، وده خميرة بشري بتسعة جنيه ونص، اهو فيها كمية محترمة يعني افتكر مش عارف 90 قرص او 60 قرص
لازم تأتي بقى الخميرة بعد ما تأتي بعد ما نأتي المطهرات المعوية أو المضادات الحيوية يا جماعة. ليه بناتي بعد ما نأتي المطهرات المعوية خميرة؟ على فكرة ممكن الخميرة اللي هي أفضل من ده ومن ده اللي أنت بتجيبها من المخبز قطعة دي، تشتري لك قطعة من المخبز وتأتي الخميرة. في فيديو بطريقة تحضير الخميرة اللي هي الخميرة بتاعت المخابز، سيبه لكم في صندوق الوصف. لكن لازم احنا بنقول ليه بتاتي الخميرة، لان جميع المطهرات المعوية والمضادات الحيوية بتقتل البكتيريا الضارة والنافعة، فاحنا عايزين ننشط تاني البكتيريا النافعة، فبناتي الخميرة يا جماعة بعد المضادات الحيوية او المطهرات المعوية. لكن اوعى تاتي حاجات من دي او اي رافع مناعة، فيتامينات يعني اللي احنا دايما بنستخدمها، ما تعطيش رافع مناعة دايما والحمام عنده اسهال، لان يا جماعة دايما بأكد على كده، الفيتامينات كلها او اي رافع مناعة حد يقول لك عليه والحمام عنده اسهال بيزود الاسهال. حدش ياتي والحمام عنده اسهال اي رافع مناعة او اي فيتامينات. طيب لو عايز الفيديو مختصر هتلاقيه في قناتنا التانية، القناة الجديدة اللي هي قناة معلومات في تربية الحمام، بنعمل فيها فيديوهات قصيرة. طيب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، علشان الناس اللي هي عايزة تشتري زغاليل يوصل لها الفيديوهات اللي هي بننشرها عشان بيع الزغاليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.